عظيم. ثم راجع فكرتك. أيوة. واشحذ بصيرتك. أيوة. وأحسن التأمل. احفظ الكلام ده. إن أردت أن تتعلم احفظ هذا الكلام. لأن هنا ما فيش كلام في الشعر. هنا ليس هنا كلام في الشعر. إنما هنا كلام في إعداد العقل الذي سيدرس الشعر. في إيقاظ النفس. والخطر الداهم أن تقرأ بغفلة. وأنت تقرأ بغفلة أنت تقتل المادة العلمية التي تقرأها وتقتل الكتاب الذي تقرأه. إنما كان يدهشني جدا جدا مثل هذه الوصايا التي يطالبني فيها هؤلاء الكرام بأن لا أبدأ القراءة إلا بعد إيه يا بشير؟ اقرأ ثاني كده. البصيرة. عاد واحد. ها. وأعمال الفكرة. أيوة. ها. والتأمل. أيوة. هذه أشياء استنفار للطاقة العقلية حين تتلقى المعرفة. ها ها. أنا أقول إيه؟ أيوة. أيوة. وإحنا ما بنعملش كده للطلبة. إحنا بنقعد ندي الدرس ونص الطلبة نايم. ونص الطلبة نايم. ونقول كويس عشان أنا مرتاح منهم. تفهم كلامي؟ زي النظم المستبد ده عاوز الشعوب تتنها جاهلة كده ونايمة وخلاص ونام 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 واجبح لك جوزين حمام عشان هو لو استيقظ هتبقى مشكلة. أصل اليقظ ما يتركبش. اليقظ لا يخدع. اليقظ لا يظلم. اليقظ لا يهمش. أنا قلت إيه؟ اليقظ اليقظ ها هو هذا هو هذا. الارض ارضي. الارض ارضي وليست ارضك وحدك. انا شريك في هذه الارض فليس لك ان تفرض رايك علي. فهم كلام الله؟ قل هذا في وهكذا وهكذا. فالمهم ايه العامل الاساسي؟ العقل. فاذا نام خلاص انتهت المسألة. ولذلك فكرة نام وأذبح لك جوزين حمام دي فكرة رائعة. دي منهج المستبدين. فهم كلامي؟ منهج ايه؟ طب فكرة رائعة. نام بس وخلاص. ما عشان الاستقرار. نام عشان ايه؟ لما تصحى هتعمل ايه؟ هتكدر الرأي العام. فهم كلامي؟ لأنه هكذا احنا في الدرس. ناموا خلاص في 60 مصيبة عشان الله ما تعلمته عشان أريح نفسي. لا مش كده. عبد الخير يقول لك قبل أن تفتح فمك بالكلمة الأولى في الدرس لابد أن تجهز طاقتك المعرفية. أيوة. وطاقة تلاميذك من حولك. يلا. ثم راجع فكرتك واشحذ بصيرتك. أنا بقى الكلام ده أولاد بيعلمني أكتر من العلم. أنا بقى أحب الكلام ده جدا جدا واعتقد ان انا جمعته في بعض كتبي من كلام العلماء. لان دي انا وجدت وسع عند الباقلاني لما كان يقول ايه وجه الوقوف على شرف الكلام ان تتامل. الاقيها اوزن من الكتاب كله. لانك انت لو ربيت عقلي احسن من حفظ لي كتاب. لانك لما تربي عقلي احسن من ايه؟ من حفظ لي كتاب. لأنك أنت اديتني العقل اللي أصنع به كتاب. كان يقول وجه الوقوف إيه؟ فأنا مولع جدا بذلك. أنا مولع جدا بهذا. مولع بشحذ العقل. وأنا شايف إن التخلف هو غفلة العقل. التقدم هو يقظة العقل. الإبداع يقظة العقل. الكشف العلمي يقظة العقل. التقدم في الصناعة وهكذا. لازم تفهم المسائل كويس جدا. وإذا كنت أرى أن عبد القاهر ده من بناة الحضارات لأنه كان مهتما جدا جدا بعمل العقل الإنساني. وإذا عمل العقل الإنساني وجد ونشط واستيقظ واستنفر يبقى كل شيء راح إلى الأمام. كل شيء إلى الأمام. صناعة إلى الأمام، زراعة إلى الأمام، علم إلى الأمام، معرفة إلى الأمام، كل شيء إلى الأمام. إذا نام كل شيء إلى الخلف.
فدي ولذلك انا من المعتقدين ان مهمه الجامعات هي ايقاظ العقول، مش تلقين ماده علميه فحسب، تعليم العلم اساس، انما ايقاظ العقل، لان العقل اذا استيقظ في الامه. وانا قلت لكم الايه بتاعت الزمر واشرقت الارض، يا سلام حين تشرق بنور، خلاص انتهت المساله، انتهت المساله حين تشرق بنور ربها، لن تجد في سمائها خفافيش الظلام، لن تجد الغربان في سمائها. تفهم كلامنا؟ اقرا اقرا. ودع عنك التجوز في الراي، ثم انظر هل تجد لاستحسانهم وحمدهم. اهو بدا يدخل العتبه. ثم انظر، ثم انظر، بدا يقول المساله مش الفاظ كما هو ظاهر كلامه، المساله ها ليست، هو لم يخطئهم، هو ايه، وانما ابان لك عن المقصود والمراد من كلامهم، هو ايه. ده اللغه العاليه جدا جدا، يعني اعتقد ان ابن رشيد اسمه عيار الشعر، عيار الشعر ها ابن طبطبا، ده كان بيقول ايه، بيقول كلام عجيب جدا، اذا وجدت كلام لا يوافقك وهو منسوب الى عالم كبير فتردد ألف مرة في أن ترفضه، وابحث له عن وجه يقبل به، لأن رد كلام النابهين ليس من شأن النابهين. رد كلام النابهين ليس من شأن النابهين. هذا هو، إنما السفلى هم الذين يتطاولون على القمم، انما ليه على كل المستويات، السفلة دائما يحبون التطاول على القامات العالية على كل المستويات. يلا، ثم انظر هل تجد لاستحسانهم وحمدهم وثنائهم ومدحهم. شفت الكلام الحلو، شفت العطاء، هل تجد ايه تاني يا بشير، هل تجد الايه، هل تجد لاستحسانهم وحمدهم وثنائهم. شفت العطاء، شفت هون، يعني انا لو انا مكانه حرج جملة واحدة من دولت، بس كلمة واحدة واحمد ربنا عليه، انما ده قلوب خصبة تعطي، لانه صبر على تربيتها، صبر على ايه، فانا دايما اهتم بهذه الاشياء، يعني لما الاقي العالم بيتدفق في اي معنى شاء احس ان عنده، احس انه يعطي عن وفره، انه ايه، يعطي عن وفره، وهكذا وهكذا. يلا.